يعني لما نبص للي حاصل في التاريخ حوالينا، اولا امبارح ولا اول امبارح الكارثه اللي حصلت في لاس فيغاس، لما يدخل واحد معاه رشاشات ويشوف يموت قد ايه ويصيب قد ايه، ايه ذنبهم دول؟ مش دي اللي قلناه في بداية الحلقة؟ إساءة استخدام الحرية اللي الرب اداها لنا. نعم. واللي عرفته ان راجل غني جدا وعنده أموال كتيرة جدا، بقى أنت بتستخدم حريتك في الشر، طب إيه ذنب الناس دول؟ خد دول وخد الواحد وعشرين اللي داعش تبعهم في ليبيا من عندنا. طيب هل دول كانوا أشرار؟ أبدا أبدا، لكن ده الشر اللي موجود في العالم. الشر، لكن معرفش إلى أي مدى تتفق معايا لما مرات أقعد أفكر كده وأقول لما المسيح يتكلم عن الشيطان ويقول ذلك كان قتالا للناس منذ البدء، مش نقول من خلف الإيدين اللي بتقتل دي يد الشيطان؟ طبعا، لأن المسيح قال السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فضل ما نشوفه اليوم اللي عم تعمله داعش، سرقة وذبح وهلاك، مش كده؟ يعني نقول من خلف ده، لأن أقول الكتاب قال بوضوح إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، فبيعمي الأذهان وبيحرك يعني الناس دي بتحركهم آيات الشيطان. فتقتل وتذبح وتكبر بعد كده فرحانين باللي عملوه. إيه ده؟